أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الجديدة من المشهد، تأتيكم عبر قناة المغاربية من لندن. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بعودة المدنيين إلى السلطة، فيما قتل 7 أشخاص على الأقل في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. سياسيا، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بعد أن أفرج عنه من قبل الجيش، داعيا إلى عودة المسار الديمقراطي والمدنيين إلى الحكم. يأتي هذا في وقت قرر فيه القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إقالة سفراء السودان لدى 12 دولة والذين رفضوا الانقلاب على الحكومة المدنية. فهل حسم الانقلاب الأمر وبات كل شيء تحت السيطرة، أم أن الشارع لم يقل بعد كلمته؟ للحوار حول هذا الموضوع أسعد بأن يكون ضيفي من بريطانيا الأستاذ عبد الواحد إبراهيم، الصحفي والمحلل السياسي، كما ينضم إلي من باريس الكاتب الصحفي محمد فرح وهبي. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ عبد الواحد إبراهيم من لندن، يعني بعد مرور 4 أيام، هل يمكن القول الآن أن الجيش باتجاه حسم الأمور لصالحه، خاصة أن البرهان في آخر ندوة صحفية له قال أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، وأنه ملتزم بالانتخابات في سنة 2023؟ مؤكد كما شاهدتم وشاهد جميع مشاهديك الأعزاء، يعني الشعب السوداني في الشوارع يقوم بعملية تتريس، أي إغلاق الطرق والأزقة والحواري من جميع السلطات الأمنية بمختلف مسميات، سواء كانت جيش أو قوات دعم سريع أو جهاز الأمن أو أي من الميليشيات التابعة لنظام عبد الفتاح البرهان، والذي هو امتداد لنظام عمر البشير. أعتقد أنه البرهان لن ينجح في هذه الخطوة، ليس فقط يعني بدفع من الحصار الذي ضرب عليه، الحصار الدبلوماسي والسياسي من المجتمع الدولي وبلدان عديدة من العالم، ولكن لأن الشعب السوداني يرفض فكرة الانقلاب ويرفض سيطرة الجيش على الحكم ويرفض إتاحة الفرصة للاستبداد ليخيم على السودان مرة جديدة. فالشعب السوداني لم يصدق أنه تخلص من نظام عقائدي وعقدي، وللأسف الشديد طبعا ارتكبت القوى السياسية في هذا المنحى خطأ كبير، لأنها فاوضت عسكر اللجنة الأمنية الذين كانوا يقومون لنظام البشير، فكان انتماع أو انتماع عن طريق المؤسسات. لا أعتقد أن البرهان سينجح، الآن الدائرة تضيق على البرهان ويتم محاصرته داخليا وخارجيا. وسوف ترى أستاذ العزيز وجميع المشاهدين الكرام يوم 30، حيث هنالك هبة كبيرة جدا للشعب السوداني في الداخل وفي الخارج، من الولايات المتحدة غربا إلى غاية كوريا الجنوبية بالإضافة للسودان، وسوف يسقط هذا النظام ويخر سريعا. ولكن عبد الفتاح البرهان الهدف الأساسي لهذا الانقلاب هو حماية نفسه واستمراره في الحكم بتواجده في الحكم، يعتقد أنه بإمكانه أن يحمي نفسه هو ومجموعة طيب الجنوب. لكن يا أستاذ عبد الواحد، ما الذي يدفع البرهان والمؤسسة العسكرية إلى الانقلاب على ما وقعت الاتفاق عليه، على الوثيقة الدستورية وعلى المسار الذي كان يمشي مع تعطل كبير وغيره، لكن كان ماشي بشكل ما، ما الذي دفعه الانقلاب على هذا المسار وقد كان المكون العسكري تقريبا هو الحاكم، يعني هو الذي يعني يدير أمور البلاد، وإن كانت هناك حكومة وحمدوك وغيرها، لكن في الفعل كان كأن المجلس العسكري مجلس السيادة هو الحاكم. ما الذي دفع الجيش إلى التحرك ضد حكومة كان هو المسيطر عليها؟ يعني هو من المؤكد هو ما يعني في السودان في مشكلة، يعني ليس هو الجيش فحسب، وإنما هي القيادات العليا للقوات المسلحة، وهذه القيادات أصبحت لديها يعني مصالح اقتصادية كبيرة جدا من خلال ما تديره من شركات عبر السودان وداخل السودان وخارج السودان، إذا إنها تسيطر على 82% من اقتصاد البلاد في أشياء يعني لا يمكن للعقل الطبيعي يعني أن يتصورها أو للرأي العام العالمي
أن يتصورها، يعني حتى مشاهديك في المنطقة المغاربية يعني لا يمكن أن تتصور 400 شركة من متوسطة إلى صغيرة و250 شركة ضخمة على رأسها هم الفرغاء في الجيش على رأس مجالس إدارتها يتحكمون في الاقتصاد السوداني، وخلقوا يعني أنا لست بالتفسير يعني الماركسي للتاريخ، ولكنهم خلقوا طبقة بيدها يعني كل ما يملك الشعب السوداني، يعملون في الصادرات والواردات، يعني ابتداء من القمح والذرة الرفيعة والصمغ العربي والثروة يعني نفس الحيوانية الشكل الذي كان عليه نظام البشير تقصد. واليورانيوم مع روسيا التي ترفض أن تقف مع الشعب السوداني وتقف مع العساكر، تعمل الآن على الحدود مع أفريقيا الوسطى، روسيا تنهب في موارد الشعب السوداني كما فعلت الصين في عهد نظام عمر البشير. كل هذه الأمور، ارتباطات هذه الفئة داخل المؤسسة العسكرية وحجم المصالح الضخم، يعني هذه المؤسسات تقدر يعني بأكثر من 15 مليار دولار رأس مالها، في الوقت اللي فيه الشعب السوداني يعاني من شظف العيش، البنية التحتية البطيئة، البشير تركها متآكلة، البلاد فقدت خطوط السكة الحديد، النقل النهري، النقل البحري، الجوي، تم تدمير الحياة الاقتصادية في السودان طوال نظام عمر البشير، واستمرت هذه المؤسسة تبلع في موارد الشعب السوداني توظيفها لصالح كبار الضباط. فالبرهان المجموعة اللي معه مجموعة متباينة، في مجموعة أيديولوجية تريد أن تسأر من الثورة ومن الشعب، أن تعيد نظام عمر البشير، وهنالك مجموعة أيضا، مجموعة الطبقة بتاعت كبار الضباط أو الألوية والفرغاء، هؤلاء يدافعون عن مصالحهم. وهنالك مجموعة أصلا جديدة مستجدة جاءت نتيجة لاتفاقية جبل السلام من الحركات المسلحة نعم. المؤيدة لنظام البرهان. إذا البرهان مدفوع بالإضافة لميليشيا الجنجويد. فيقال يعني همس في المدينة أن محمد حمدان دقلوا، يعني هدد البرهان أنه لا يمكن أن يسلم هذه السلطة للمدنيين ما لم أن يأتي بمخرج لقضية فض الاعتصام، وهي أكبر القضايا المجابهة البرهان وحميتي، لأنها حدثت أمام أنظار العالم. نعم. يعني ربما لم تكن هي أكبر من الجرائم التي ارتكبت في دارفور تحت قيادة برهان في حرس الحدود ومحمد حمدان دقلو، ولكن لأن العالم كله شاهد الفظائع التي ارتكبت ورمي الشهداء في النيل وقتل النساء والرجال وهكذا. نعم، ابقى معي أستاذ عبد الواحد، ابقى معي، أعود إليك بعد قليل، ورحب بانضمام الأستاذ محمد فرح وهبي الكاتب الصحفي من باريس. مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا للالتحاق بنا. يعني هل يا ترى صحيح يوم السبت هناك حشد وهناك مسيرة كبيرة يقع الإعداد لها، صحيح أن هناك يعني رفضا شعبيا دعنا نقول لما حصل أو لهذا الانقلاب، هناك عصيان مدني كذلك، هناك وزارات وإدارات في الحكومة أو في العاصمة الخرطوم أعلنت أنها لن تستجيب لمطالب البرهان، لكن مع كل هذه المعطيات هل يمكن القول أن العسكر ماض إلى ترسيخ نفسه وبالتالي استتباب الأمر له؟ بداية تحية لكم. أفتكر أنه مسألة العسكر ماضي لترسيخ نفسه يعني يقول الأمر له، ودي مرحلة تجاوز الزمن وتجاوز الشارع السوداني. يعني فأنت دار تحكم من يحكم العسكر، يعني أنت هتحكم شعبي كامل بالإكراه؟ الآن الشعب السوداني كله يعني كسر حاجز الخوف وكفر بحاجة اسمها عسكر في السلطة. هي دي مسألة مبدئية ومسألة يعني مصيرية بالنسبة للشعب السوداني واضحة. الثورة الآن هي ما ثورة بتاعت صراع بتاع يعني تساؤل حول وجود العسكر، أو التساؤل ده افتكر انه السودانيين اتجاوزوه. مسألة وجود العسكر في السلطة مرفوضة، هي مسألة حياة أو موت، يعني دي مسألة واضحة. الليلة البرهان وميليشيات الجنجويد وبعض الميليشيات للأسف كانت عندها علاقة بالكفاح المسلح كما يعني يرد من أخبار الخرطوم، بتساهم في احتغال النشطاء ومطاردة الثوار في شوارع الخرطوم، ودي مسألة يعني مكشوفة بالنسبة للسودانيين ومكشوفة بالنسبة للعالم. فالبرهان يعني الليلة هو بيحاول يخط الناس في سياسة الأمر الواقع، لكن هذه المسألة يعني لن تفيد.
لانه بالنسبه لي مثلا كمراقب بس يعني للمشهد وكمعايش له من قبل، البرهان مرفوض من فتره ديسمبر، من بعد سقوط ابن عوف الناس كان عندها تحفظات واضحه على البرهان، لكن حصل ما حصل يعني الناس بعد ذاك توافقت على وثيقه دستوريه، الاتفاق التم وحقن دماء السودانيين وكل الكلام التم، هي دي مرحله خلاص انقضت. لكن واضح انه ما بني على باطل فهو باطل، ما يحدث الان هو نتاج ذلك الخطا او يعني مجموع من الاخطاء. وانا برايي انه اهم خطا كان هو الموافقه على اشراك العسكر في السلطه من الاساس. وما يحدث الان هو هديه السماء بالنسبه للشعب السودانيين. البرهان بيفتكر انه هو يعني رفع يده من الوثيقه الدستوريه ورفع يده من الشراكه مع المدنيين، وهو انتصر للأنا بتاعته الزائفة ولأعوانه في الإقليميين ولكل الخيانات اللي بيرتكبها في حق السودانيين لمصالحه الشخصية ومصالحه مع الميليشيات الوالغة في دم السودانيين، لكن لا يدري إنه هو بفعل يعني كارثية ظاهريا، إنما في باطنة زي ما بيقولوا العطايا في ثنايا البلايا، هو رد الكرة للملعب الشعب السوداني. الآن الناس البرهان هسي حيكون وصل مرحلة إنه هو أو حيصل مرحلة إنه هو حيكوس التفاوض من جديد، حيكوس الحتة اللي هو كان قاعد فيها أصلا من جديد، لأنه الحتة دي ذاته هو جاها يعني بظروف محددة، الظروف دي الآن الناس اتجاوزتها، والظروف دي ذاتها فعليا هي اللي عشت او العاش السودانيين في ظلها لسنتين من البؤس يعني والشقاء ولسبب العسكري يعني. نعم. ومساله بقاء العسكر في السلطه بالاكراه باللين بغيره مساله مرفوضه ومساله مبدئيه بالنسبه لكل السودانيين. استاذ عبد الواحد ابراهيم، لكن لما تاتي في الطرف المقابل لتبحث عن المكون المدني، اولا كان ضعيفا في مجلس السياده، ثم بعد ذلك صار منقسما، وهو ما سهل ربما في نظر المتابعين انقلاب البرهان الأخير. وقد قال في مرة المرات أن البرهان قال أنه المكون المدني لا يبحث عن مصلحة السودان، بل هو كذلك يبحث عن مصالحه، ودليل ذلك الخلافات القائمة بينهم. وربما صحح لي إن كنت مخطئا، بعض مكونات الطرف المدني اليوم هي مع البرهان ومع ما أقدم عليه البرهان. جميل. هو المكون المدني ليس كله مؤيد للاتفاق مع البرهان على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، هذا الأمر يجب أن يكون واضح، قد يكون غائبا عن كثير عن أذهان كثير من الناس، ولكن هنالك أطراف مهمة جدا جزء من الثورة رفضت مبدأ الإعلان السياسي الذي غادى إلى الوثيقة الدستورية وناءت بنفسها عن هذه الشراكة. بعض القوى السياسية التي رأت أن الشراكة مع برهان ربما تجنب البلاد الدخول في حمامات من الدماء، هذا قد يكون تقديرهم في ذلك الزمان، ولكن الثوار كانوا يرفضون تماما أي مفاوضات مع العسكر، وكانوا يرفضون أي شراكة مع العسكر. والثوار لما يعني خرجوا بهذه هذه الشعارات المناوية لمجموعة برهان، مجموعة اللجنة الأمنية، تدخل كبار قيادات الأحزاب التي ارتضت هذه الشراكة كوسيط بينهم، وطلبوا منهم أن يعطوهم فرصة للدخول في شراكة لتجنيب البلد بحور الدماء. هذا هو كان المبرر وقت يعني في ذلك الزمان. القوى المدنية اللي دخلت هو فعلا يعني هي قوى سياسية تعمل بالعمل السياسي، العمل السياسي الديمقراطي بالحوار بالنقاش إلى آخره، ولكنها يعني لم تكن يعني ما لا أدري لم تكن تعلم بأنها تتعامل مع قتلة محترفون من أمثال برهان وحميدتي وزمرتهم. هذا هو الخلل في هذه القوى التي شاركت، ولكن قوى الثورة أكبر من ذلك بكثير، قوى لجان المقاومة، قوى الليان في الأحياء، قوى مؤسسات كثيرة، أحزاب كثيرة كانت جزء من هذا الحراك الثوري وكانت عملت من أجل إسقاط النظام السابق، ولكنها لم تشارك في الوثيقة ولم تشارك في السلطة السياسية. الآن هذه الأحزاب لديها الفرصة للرجوع إلى أهداف وشعارات ومبادئ الثورة لتصحيح الوضع بشكل جذري، ورفض الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، وقيام نظام دولة مدنية سلطة مدنية الاثنين معا،
ومجلس رئاسي تمثل فيه والأغاليم حتى يحصل أي تزعزع في المرحلة اللاحقة، يعني مش تمثيل حزبي. الأغاليم هي التي تأتي بممثليها، 6 أغاليم هي المسؤولة من المجلس الرئاسي، هو الذي يحكم ويحدد، يعين رئيس القضاء، يصادر على البرلمان، يصادر على قيام مجلس الوزراء. والدستور بدل أن يكون وثيقة دستورية يمكن أن يكون هناك دستور انتقالي، وطرح يعني دستورين اثنين بالنسبة لهذه القوى السياسية يمكن مراجعتهم، ولدينا من الاتفاقيات والوثائق ما بين القوى السياسية ما يكفي، ابتداء من ميثاق أسمر للقضايا المصيرية، مرورا باتفاقية الجبهة الثورية، مرورا باتفاقية السلام نيفاشا، مرورا باتفاقية القاهرة، اتفاقية أسمر، كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تضمن داخل هذا الدستور بشكل قانوني وشكل مرن يحقق لجميع الأطراف في الأغاليم مطالبها الجوهرية المرتبطة بالتنمية وبالعدالة والتوزيع العادل للثروة وللسلطة. طيب. ويكون حكام الأغاليم ممثلي الأغاليم يكونوا هم حكام البلد، أما أن يأتي عسكري فقط لأنه عسكري ويحتكر القوة لأنه قيادة للجيش، لأن الجيش يحتكر القوة، هذا السلاح ملك للشعب السوداني للدفاع به عن حدوده وليس ملكا للشخص. ثم ثانيا، أي قوة مسلحة هي التي تحكم البلد؟ البلد تحكم سياسيا بالأطروحات وبالبرنامج وبإغناع الجماهير. فهذا الرجل أصيب يعني بحالة غير طبيعية تجعله محاصر أمام البرهان، خيار واحد هو وحميدتي، أمام البرهان أن يلتحق بصلاح غوش في مصر وتوفر له الحماية والأمن، وأمام حميدتي أن يذهب إلى الإمارات العربية المتحدة، كل منهم يذهب إلى حليفه ويترك هذا البلد ليعيش. كفاية دماء، كفاية يعني غطل. نعم. كفاية. أستاذ محمد فرح، لكن أمام هذا دعنا نسميه الإصرار الشعبي على إسقاط الانقلاب، لحد الآن هناك 7 شهداء وهناك عدد كبير من الجرحى واعتقالات كذلك كبيرة، أليس هناك فعلا خطر الانجرار إلى العنف مرة أخرى وبالتالي مزيد من الشهداء، والنهاية سيبقى العسكر يقول البعض في الحكم، وما حصل أمام القصر الجمهوري أو القيادة العامة ليس عنا ببعيد؟ يعني ما هو لا يعني مسألة العنف ومسألة انجرار البلاد للعنف دي هي مسألة أصلا العسكر وحلفاؤنا الإقليميين هم اللي سايقين البلد لحتة زي دي، لكن الثورة السودانية معروفة انتصرت بسلميتها يعني، فلا خوف يعني. هسي انت بتتكلم عن 7 شهداء وهم هسي حاليا 8 او اكثر من 8 شهداء يعني. نعم. ودي مساله ماشيه بزياده، وزي ما قلت لك سابقا انه مساله الموت او مساله القتل دي هي ما عادت تخيف الشعب السوداني، اذا اصلا هي ما كان بتخيف اصلا. احنا انتصرنا بالسلميه تمام، وده نموذج لثوره في كل العالم الليلة ممكن يكون الالتفات لها خجول يعني، لكن سيخجل العالم كله، سيخجل العالم بقواه الحرة، بقواه الديمقراطية، وبحركاته المدنية من أنه لم يأبه للسودان طيلة يعني 30 عام التي يعني حكم فيها البشير، وفي الفترة التي يعني قدم فيها السودان النماذج والشهداء، شهيد تلو الشهيد، ومع ذلك لم يلتفت العالم كفاية للسودان ولم يتحدث عن السودان. لذلك الشعب السوداني هو سيد مصيره وسيد نفسه، ولا خوف عليه من مسألة العنف، ولا خوف مسألة انجرار البلاد للعنف والدماء والحرب الأهلية، هي دي كلها عبارة عن أكاذيب وفزاعات. بالمناسبة بيطلق العسكر وبيطلق المعتوه حميدتي، هذا الرجل الذي يعني معروف بجرائمه الكبيرة جدا وهو حليف برهان في الجيش. الحاجة الدائرة أقولها إضافة للكلام ده إنه هذا الانقلاب هو يكاد يكون أغرب انقلاب في تاريخ السودان، لأنه ده بالنسبة لي أول انقلاب تقوم به مليشيا قبلية مدعومة من جهة محددة، قوامة مرتزقة تمام، وبتسيء حتى لنفس المكون اللي هي بتدعي انها بتمثل، وده لانه اعلم انه بيناتهم كثير من الشرفاء اليوم هم في الشارع السوداني يرفضون هذا المبدا تمام. من يغز القبيله ومن يغز شعارات العنف ومن يقتل الثوار والعزل ومن يقتحم بيوت السودانيين ومن يتعدى على النساء السودانيات
على الحرائر السودانيات في الشوارع وفي البيوت هي قوات حمايتية وهي قوات البرهان. أما الشارع السوداني لا خوف عليه ولا حزن. مسألة إنه ينجر لعنف أو لا عنف دي في حياة قوة قاشمة تحاول أن تصادر هذه الحياة، وفي أشراف وثوار وأحرار يرفضون هذه المصادرة. هذه هي المعادلة. عبد الوهاب إبراهيم، ما الذي يدفع؟ أكيد أنت ستقول لي أن الشعب السوداني يعتمد على نفسه في مقاومة الانقلاب، لكن هذه المقاومة تحتاج كذلك إلى دعم. ما الذي يدفع العالم إلى دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية وبحكومة مدنية إذا ضمن البرهان لهذا العالم مصالحه في السودان؟ يعني محمد فرح قال قبل قليل أنه كانت هناك مجازر وانتهاكات تحصل في عهد البشير وما كان أحد يتحدث عنها إلا في آخر الأيام. ما الذي يضمن تحرك العالم لدعم مطالب الشعب السوداني إذا ضمن البشير لهذا العالم مصالحه في السودان؟ أستاذ محمد، أستاذ عبد الواحد يبدو أنه انقطع. أعود لأستاذ محمد فرح. السؤال إليك أستاذ محمد فرح. أيوة معك. طيب ما الذي يضمن أن يدفع أو أن يساند العالم مطالب الشعب السوداني إذا ضمن البرهان لهؤلاء كما ضمن البشير من قبل مصالحهم في السودان؟ وأنت رأيت السعودية ولا برغم البيان المندد، هناك السعودية والإمارات على سبيل المثال تدعم الانقلاب ولم تندد بما حصل ولم تطالب أصلا بعودة الحكومة المدنية. لكن المعادلة اختلفت. يعني اليوم مثلا ما عادت الشعوب أو ما عاد الشعب السوداني يحكم بشخص أو شخصين، وقضية الشعب السوداني قضية معروفة في العالم. يعني فأنت في النهاية كل القوى الحية وكل القوى الحرة برضو أننا بنعول عليها وقاعدة وشايف الحاصل. يعني التعويل الأكبر على الشعب السوداني الذي يعني لم يمد يده لأي جهة كانت، وفي نفس الوقت هو لم يغلق الباب. يعني نضال السودانيين ضد البرهان وضد حميتي وضد العسكر ونضال كل الشرفاء في العالم الآن، يعني نزاع الحق والخير، نزاع الحياة، نزاع الأسئلة الديمقراطية وأسئلة الحرية والحقوق في العالم اليوم يتصدر الشعب السوداني. فدي ما قضية بتخص الشعب السوداني بس، إنما بتخص كل إنسان حر في العالم، ومن شأن كل جهة في العالم حرة حقيقة إنها تمد يدها للشعب السوداني. دي مسألة مبدئية ومسألة واضحة. لكن الشعب السوداني لا يعول على أي مساعدة أو لا ينتظر في الحقيقة مساعدة، لأنه هو يعني قائم بدوره للأبد. إذا يعني في قوى انتهازية في العالم تحاول أن تستثمر في موقف البرهان أو موقف حمايتي كخادعين. أستاذ محمد فرح، هل أنتم متأكدون فعلا أن الشعب السوداني كلمة واحدة ضد الانقلاب؟ كلمة واحدة ضد الانقلاب وللأبد، هذا يقين كامل، هذا يقين كامل. الشوارع تقول هذا الأمر وكل السودانيين يقولون هذا الأمر إلا شرذمة قليلون. يعني ومعروف اتجاهاتهم شنو، كانوا ظهروا في احتسام كذبة كبيرة اسمه احتسام القصر، وفي احتسام القصر يعني واضح انه كان القوى العسكرية ممثلة في هؤلاء المعاتي كانت توغز القبيلة من جديد وتوغز النعرات وتوغز الأسئلة التي تجاوزها السودان منذ 25 ديسمبر 2019. ولكن مع ذلك تكسرت هذه الأكاذيب في 21 أكتوبر. 21 أكتوبر كان أكبر رد لهذه الأكاذيب وأكبر صفعة في وجه البرهان وحميتي وحلفاؤه في كل المنطقة. محمد فرح، في كل المنطقة الذين لا يريدون أي تحول مدني أي تحول ديمقراطي في السودان، لأنهم في الأساس يحتاجون على استعباد شعوب، وبالأساس يستيقظ المارد السوداني سيفقدون الكثير الذي يعني تحصلون عليه الآن من خلال وكلاءهم العسكر ومن خلال وكلاءهم داخل السودان، وهم قليلون جدا. واضح جدا أستاذ محمد فرح، وتجاوزهم للأبد. أشكرك شكرا جزيلا. محمد فرح وهبي الكاتب الصحفي كنت معي من باريس، شكرا جزيلا للمشاركة والإفادة. ينضم إلي من الخرطوم الآن ربيع عبد العاطي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ ربيع. البرهان قال وهو يبرر ما أقدم عليه بأنه تحرك لمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية، ووعد في كلمته الأخيرة بأن الانتخابات في شهر يوليو 2023 ستجري في موعدها. هل يكفي هذا لتصديق عبد الفتاح البرهان؟
نعم، اولا يعني واضح جدا بغض النظر عن ان البرهان قد استولى على السلطه او مغالطات مساله الحكومه المدنيه وما الى ذلك، دعنا نتحاكم الى الوثيقه الدستوريه ودعنا نتحاكم كذلك الى الشراكه نفسها. الشراكه نفسها منذ البدايه في اعتقادي بانها كانت شراكه غير موفقه، لذلك لان المؤسسه العسكريه هي مؤسسه قوميه، ينبغي على المؤسسه العسكريه اذا انحازت الى الشعب ان لا تشارك اي جهه سياسيه. وهذا ما فعله المرحوم المشيك سوار الذهب في العام 85 عندما انحاز واسقط نظام جعفر نميري. لذلك يعني اي شراكه عسكريه مع جهات سياسيه فبالتاكيد هذه شراكه مكتوب عليها بانها ستكون شراكه فاشله تماما، لان الذهنيه العسكريه تختلف عن الذهنيه المدنيه. وبالتالي إذا كان البرهان صادقا فينبغي أن تكون الفترة الانتقالية هي فترة غير حزبية تماما، أن لا تكون هناك جهات سياسية، والجهات السياسية التي كانت تشارك البرهان هي جهات أصلا لا وزن لها. ما هو وزن حزب البعث العربي لاشتراك السودان؟ ما هو وزن الحزب الشيوعي في السودان؟ يعني ليست لها أوزان سياسية. وأنا أؤكد أن هذه الأحزاب أصلا لا ترغب في انتخابات، لأنها تعلم تماما بأن الانتخابات إذا أجريت سوف لا يكون لها نصيب في هذه الانتخابات سواء كان على رأس الجمهورية أو البرلمان. طيب أستاذ ربيع، إلى حد الآن أستاذ ربيع الكلام واضح. طيب لكن السؤال الآن، لماذا إذا كان يعني ليس لها وزن وإلى غير ذلك من هذا الكلام، لماذا لا يعلن البرهان نفسه عوض الانتظار إلى يوليو 23 أن يعلن أن تجري انتخابات في 4 أشهر في 6 أشهر ويحول بعد ذلك الحكم إلى مكون مدني وهو ما يطالب به السودانيون والمجتمع الدولي؟ لماذا يقول نحن سنأتي بحكومة تدير الأمر وسنبقى إلى 2023؟ نعم، يعني هو يعني في بعض الأحيان يقول بأنهم ملتزمون تماما بالوثيقة الدستورية وملتزمون تماما باتفاق دول السلام الذي حدد هذه الفترة. يعني هم قد حددوا هذه الفترة في الحرية والتغيير مع المكون العسكري، ولكن فيما يبدو بأن كان هناك خلاف داخل الحرية والتغيير نفسها التي اختطفت الحكومة في 4 أحزاب لا وزن لها، وكذلك هناك خلاف بين المكون العسكري الذي يعني يشارك وتلك المجموعه التي اختطفت، وان هناك مجموعه قد خرجت تماما من الحريه والتغيير. لذلك يعني انا اقول ان يعني تحديد هذه المواعيد يعني لا غبار عليه اذا كان هناك التزام بان تقوم انتخابات في العام 2023 وفقا لما تم. طيب لكن استاذ ربيع، انت ترى استاذ ربيع، انت ترى الان انه الشعب السوداني على الاقل ما نشاهده نتابعه عبر وكاله الانباء رافض لما اقدم عليه البرهان ويسميه بالانقلاب على الحكومه المدنيه، ويحشد الان يحشد الى مسيره كبرى، يقول ستكون يوم السبت القادم، هذا بالاضافه الى تعهد مسؤولين في الدوله في الخرطوم بالعصيان المدني، وهناك عصيان مدني اصلا الان جاري منذ الانقلاب. اذا ما اقدم عليه الرجل يبدو انه ليس لديه شعبيه، وان السودانيين يقولون نحن نرفض ان يحكمنا العسكر وسنتحرك لإسقاطه، كلفنا ذلك ما كلفنا. يا أخي الكريم، أنا لا أؤمن بالحشد والحشد المضاد، ذلك لأن الرئيس المشير عمر حزام المشير كانت له حشود ضخمة جدا بالملايين، حشود في كل ولايات السودان، وبالتالي الحشود والحشود المضادة لا تعبر عن رأي الجماهير. رأي الجماهير الآن يعني إذا سألت عاقل في الشارع العام، عاقل أكثر من 30 عاما أو أكثر من 25 عاما، عن المذلة التي ذاقها الشعب السوداني خلال الفترة الماضية لا ليس لها مثيل في تاريخ السودان. الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، الفقر ضرب الناس، ليس هناك غني في السودان وإنما أصبح لجميع الفقراء، ليست هناك خدمات، حطمت البنية الأساسية تماما. يعني أخي الكريم، الرأي العام الآن ساخط تماما، الرأي العام، الحدود ليست هي الحدود من صغار السن الذين يحرقون، ليس
ليس هذا هو التعبير الحر. نعم. الإحراق والتدمير وجلب الحجارة وحشد وحشد مضاد، هذه ليست هي المطلوبة. المطلوبة الآن هي كيف يتسنى لنا أن نسلم هذه الحكومة لجهة منتخبة، وأن تكون هذه الجهة المنتخبة مسؤولة. طيب أستاذ ربيع، عن معاش الناس، أستاذ ربيع، مسؤولة سيد عن ربيع، الأمن الاجتماعي، مسؤولة عن الخدمات. سيد ربيع، فقط قبل أن أعود للأستاذ كذلك عبد الواحد إبراهيم، يعني سؤال يتبادل للذهن، يعني من بين القرارات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان في إقالة وزراء وإيقاف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وغيرها، من بينها إيقاف عمل لجنة تفكيك التمكين، هذا المصطلح الذي يستعمل التابع لوزارة الداخلية. لماذا أوقف عمل هذه اللجنة وقد كانت من مطالب الثورة في السودان في التي جاءت بالمكون المدني والعسكري هذا الذي يحكم الآن السودان؟ لماذا أوقف عمل هذه اللجنة؟ أولا المكون المدني والمكون العسكري ليس لهم أي حق في أن يحكم الشعب السوداني لأنهم غير منتخبين وغير مفوضين. أما يعني تجميد هي فترة انتقالية أستاذ، هي فترة انتقالية يعني في كل الحالات. أنا حتى ولو كانت فترة انتقالية، حتى ولو كانت فترة انتقالية، لا يمكن لجهات محددة أن تتسلط على رقاب الشعب السوداني. طيب. هذه الثورة قامت بشعارات حرية سلام وعدالة. نعم. لجنة التفكيك يعني في تاريخ الإنسانية لا نجد أن هناك عدالة تقوم بأن هناك لجنة تتهم وتصادر وتقاضي دون أي حقوق لهؤلاء الذين تتهمهم أو الذين تصادر أموالهم. هذه ليست عدالة. ليست هناك محكمة دستورية، ليس هناك قضاء. هذه اللجنة حتى تفصل القضاء، هذه اللجنة تحدد النيابة العامة من هو النائب العام ومن هو القانوني الذي يكون في صفها. لذلك يعني المشهد كان مشهدا واضحا، مشهد ينبي عن عدم العدالة، الظلم الاجتماعي، البؤس الاقتصادي، ارتفاع الأسعار، أستاذ ربيع، المذلة التي يعاني منها الشعب السوداني. أستاذ ربيع ابقى معي، أعود إليك في سؤال ختامي لو سمحت، أبقى معي فقط. عبد الوهاب الواحد إبراهيم، إذا كان عندك بعض الملاحظات، لكن خليني أسألك على بيان مجلس الأمن الآن الذي يدعو فقط إلى عودة أو إطلاق سراح حمدوك، ويدعو كذلك إلى عودة حكومة مدنية لإدارة شأن السودان دون أن يدين بصراحة الانقلاب. ما قراءتك في هذا البيان؟ بيان مجلس الأمن مربوط، يعني تعطيل بيان واضح من مجلس الأمن ضد الانقلاب ويدعم الشعب السوداني، السبب فيه أكيد طبعا روسيا والصين. يعني هذه يعني لا تحتاج الى دليل. يعني المجموعه الروسيه او روسيا، الدوله الروسيه، يعني جنودها موجودين على الحدود مع افريقيا الوسطى كما اسلفت وقلت. نعم. لك ينقبون على اليورانيوم والذهب وغيره والنحاس وكذا، وهذا تحالف قديم حتى كان مع ايام عمر البشير الذي ذهب الى روسيا وتباكى لفلاديمير بوتين وقال له ان الامريكان يمارسون علينا الضغط ويجب ان تنجدني وان تلحقني وهكذا. يعني يريد قاعده روسيه في السودان، يعني وصلت به الحال. الحقيقه انا اود اشير انه لا، يعني لا يمكن ان يكون شخص عاقل يؤيد نظام عمر البشير. فالذي باع السكه، الذي دمر السكه حديد وفصل 4700 عامل هو عمر البشير. الذي حل الأحزاب هو عمر البشير. الذي صادر الصحافة هو نظام عمر البشير. الذي باع خط هيثرو في لندن هنا عمر البشير. الذي باع الخطوط الجوية السودانية لشركة عارف هو نظام عمر البشير. الذي فصل أكثر من 300 ألف مواطن سوداني من مؤسسات الخدمة العامة والعسكرية هو نظام عمر البشير. الذي شرد الغضاء وشرد كبار الضباط في الجيش والشرطة وغيرهم، هذا النظام كان النظام يعمل بفكرة التمكين، وضيفك طبعا كان جزء منه وكان ناطق باسم النظام. والظلم الذي يتحدث عنه هو وأغرباه في السلطة أو رسوه الناس، حتى كانت في التعويضات من الذين يعني وقع عليهم ضرر من السدود كانوا يعطون 500 جنيه للنخلة لهؤلاء ولأهلهم يعطونهم 3500 جنيه. ما يحدثون على الظلم. ربيع هو أحد أبواغ النظام السابق. النظام السابق الشعب السوداني سعقه، وهذه الحركة الإسلامية تفتتت إلى 5 أجزاء والآن تتفتت أمام عيوننا، نعلم ما فيها. لا مجال لعودة البشير ولا رجالات البشير. والصحيح كان أنه هؤلاء الذين وقعوا مع برهان وحميدتي لو أنهم أعملوا قانون لمحاسبة الفساد السياسي
والاقتصادي والإعلامي لكان كل هؤلاء الآن في السجن. فالشعب السوداني هو الذي رفض البشير. البشير لم يكن عسكريا فحسب، وإنما انقلاب تم اتخاذه داخل اللجنة الجبهة الإسلامية القومية. وحسن الترابي قال الكلام ده في أكثر من قناة، وقال قلت له اذهب إلى القصر رئيسا وسوف أذهب إلى السجن حبيسا في محاولة لتضليل الأحزاب والرأي العام العربي والأفريقي والعالمي. يعني البرهان الآن يعيد نظام البشير، يعني تقصد؟ نعم، البرهان يعيد نظام البشير الآن؟ البرهان أداة من أدوات نظام البشير، وهو أضعف الحلقات المتبقية من نظام البشير. والبشير هو الذي صنع حميدتي، وقبله صنع ما يسمى بالدفاع الشعبي الذي أشعل الحرب في جنوب السودان وأسماها حربا جهادية ضد المواطنين في مدنهم وفي غرائهم. طيب، لكن أستاذ عبد الواحد الآن على سبيل المثال حركة أستاذ عبد الواحد الآن على سبيل المثال حركة العدل والمساواة تعتبر ما حصل ليس انقلابا، وهي حركة كبرى، وأنت تعرف يعني حامل للسلاح وغيره. حامل للسلاح لكنها ليست حركة كبرى. لو حتى سكن المكون الاجتماعي لحركة العدل والمساواة ليست هي صاحبة الغلبة، يعني حتى مناوي أكثر غلبة منها، ولكن حتى مناوي ليس صاحب الغلبة داخل هذا المكون الاجتماعي. دارفور خرجت وعبرت عن نفسها. طيب، لكن أنت كنت تسمع أستاذ ربيع عبد العاتل، أستاذ عبد ربيع، يقول أن الأحزاب هذه نفسها المكون المدني كانت أحزاب ضعيفة، البعث والحزب الشيوعي وغير أحزاب ضعيفة، لا تشكل قوة وليس لها قاعدة شعبية. وأصلا لا يوجد حزب في الدنيا يولد غويا، الأحزاب تنمو وتتطور مثلها مثل الكائنات البشرية. طيب، لكن الحزب الشيوعي السوداني له تاريخ، يعني عقود، يعني ولا متحدثا باسم الشيوعي ولا بالبحث، ولكن يعني هذين الحزبين أو هذان الحزبان شاركا في الثورة وكان جزء من الثورة ووفى ضد النظام وكشفا مخططاته وساهما بنضالهما، يحترم ويغدر غض النظر عن موقفهم. نعم. ما بعد الثورة وما بعد الدخول في حوار، ربيع لديه عداء متوهم مع الحزب الشيوعي، هم يعتقدوا أنهم ألد أعدائهم في الكون، ونحن نعرف أنهم مواطنين سودانيين عاديين زيهم زي بقية الشعب. صحيح لهم فكرة وأيدولوجيا وكذا، لكن ليس بالضرورة أن تتبعهم. طيب، لكن مواقفهم النضالية تحترم. هذا من ناحية. حزب البعث نفس الكيفية ونفس الطريقة، مثله مثل بقية الأحزاب. الأحزاب تتطور وصلت الفكرة أستاذ عبد الواحد سبيلة إذا لم تكن تعبر عن الشعب السوداني. نعم. الحزب الشيوعي السوداني موجود في السودان من الجبهة المعادلة للاستعمار في 47. أستاذ عبد الواحد، فقط إذا أصلا ما كان عنده مريدين وعضوية. دعني أنتقل أستاذ عبد الواحد، الفكرة واضحة 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 جدا أستاذ عبد الواحد. أنتقل أستاذ ربيع عبد العاطي. أستاذ ربيع، فيما يتعلق بهذا التدخل الخارجي الآن، ما قيمة التدخل الخارجي في حسم ما يحصل الآن في السودان؟ مجلس الأمن يدعو إلى عودة حمدوك والمكون المدني، بلينكن يتصل كذلك بحمدوك ويؤكد على ضرورة عودة المكون المدني، الأمريكان جمدوا 700 مليون دولار مساعدة للسودان، البنك الدولي كذلك أوقف صرف دفعات لعمليات تقع في السودان، وهناك تنديد من دول صديقة للسودان بما حصل. كل هذه الضغوط الخارجية ما تأثيرها على الواقع في السودان بتقديرك؟ أولا، هذا الذي يتحدث معك يعني هذا من شذاذ العفة، هؤلاء هم العملاء الذين يرتبون. طيب، دون أستاذ عبد أستاذ ربيع، رجاء نمر نتجاوز دون التعرض ل، فقط خلينا نناقش أفكار لو سمحت. أنت تركته أخي الكريم أن يتحدث وأن يتهم. لا، هو ينتقد، يقول تابع للنظام القديم. قول أنت له تابع للبرهان أو لأي شيء. ضايم الاستعمار، هو الذي الآن يدعو إلى الاستعمار ليأتي إلى السودان، هو الذي يؤيد أمريكا ويؤيد بريطانيا ويؤيد فرنسا. هؤلاء الذين يتدخلون، لم يحدث تدخل في السودان في تاريخه منذ الاستقلال بمثل هذا التدخل. يقولون لا بد أن يأتي حمدوك، يقولون لا بد أن يأتي فلان وعلان وزيد وعبيد. هذا تدخل أصلا لم يحدث في السودان، لأنهم هم هؤلاء الذين كانوا يحكمون باسم الاستعمار. تصور أخي الكريم بأن مجلس الوزراء تأتي إليه الرواتب من الاتحاد الأوروبي. تصور أخي الكريم بأن هؤلاء يتلقون التعليمات من بريطانيا ومن فرنسا. تصور أن وكيل الوزارة أو وكيل وزارة الإعلام الآن يحتمل السفارة الفرنسية. هؤلاء حملت جوازات أجنبية. تصور أخي الكريم بأن هؤلاء قد عاقبونا منذ أيام نميري، لم تأتي أي دعومات للسودان، ولكن
طيب. اعتمادنا على أنفسنا استخرجنا البترول، أنشأنا خطوط الأنابيب، الجنيه السوداني في لحظة من اللحظات هذه البلاد حتى العام 2010 قبل استقلال جنوب السودان. طيب أستاذ، مقتربون نعم. من كل أنحاء العالم، واضح. من تركيا ومن مصر ومن وضحت الفكرة أستاذ، ومن أثيوبيا ومن أريتريا. ربيع، أنا أعتقد بأن هذا الذي يتحدث عن الحزب الشيوعي وعن الحزب البعثي، هؤلاء أنا أعتقد ليس لديهم وزن حتى يتسلطوا على الشعب السوداني. جيد. طيب. لا أصدق طيب هو القول بأن هناك سيد ربيع قيادة حق القانون أو عدالة في السودان، يعني نعم. أبسط بسيط أصغر صغير في السودان يقول بأن الشعب السوداني يا سيد ربيع وصلت الفكرة وانتهى الوقت تجاوزناه. أستاذ ربيع أنا مضطر أن أقف هنا مع كل أسف، أكيد السودان ملف يحتاج المتابعة الدائمة. نشكرك وأعتذر منك للمقاطعة لأنه فعلا تجاوزنا الوقت المخصص لهذا الجزء. أستاذ ربيع عبد العاطي الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم، والأستاذ عبد الواحد إبراهيم الصحفي والمحلل السياسي من هنا في بريطانيا، أشكركما ضيفي الكريمين على الوقت وعلى ما قدمتموه من أجل توضيح الصورة لمتابعينا في المنطقة المغاربية. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الجزء الثاني من المشهد، تفضلوا بالبقاء معنا.